معايا كابتن طه اسماعيل طبعا محللنا الكبير وشيخنا كابتن طه اسماعيل، وعايز اكلمه. الراجل ده انا بحب كلامه وبحب تحليله ويعني اراءه في الكوره، فعايز اكلمه شويه على الاهلي وبعدين اكلمه على المنتخب عشان الماتشين اللي جايين بالنسبه لمنتخب مصر غينيا ومنتخب اثيوبيا ان شاء الله في تصفيات افريقيا. كابتن طه ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا كريم، اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا حبيبي، الله يكرمك. ده انا يعني الحلقه اللي حضرتك جيت لنا فيها كنت يعني سعيد جدا بصراحه، يعني ربنا يخليك يا حبيبي، واستمتعت مع حضرتك جدا، وعايزينك تكررها بقى تاني ان شاء الله قريب ان شاء الله بامر الله تعالى. كابتن طه، يعني تقول ايه كده سريعا في مباراه الاهلي والوداد؟ هو المباراه انتهت لان انا اتكلمت فيها كتير الحقيقه، ما عنديش اتكلم فيها تاني. يعني سريعا كده عنوانين ثلاثه كده. لا ما شوف هقول لك على حاجه، هي المباراه اصلا اكتسبت مشاكل كبيره من قبل ما تبدا. يعني قبل ما تبدا مشاكل كثيره خاصه بالملعب والاصرار الاتحاد الافريقي على الملعب والطريقه اللي اتخذ بيها الموافقه على الملعب بعد الاربع فرق ما وصلوا للسيمي فاينل. كان المفروض لازم الاربع فرق دي ملاعبها تبعد خالص وياخدوا على محايز طبيعي يعني. ايوه. انما يعني هي اتخذت بعنوه. ويعني الاخوان اللي في المغرب وبالذات اخينا ده اللي هو السكرتير ده اللي ماسك اللجنه التنفيذيه. اللي طلع برضه بتصريحات عجيبه شويه وقال لك امبارح قالوا لي يعني النائب رئيس الاتحاد المغربي طلع قال هو ما قالش كده. نفوا التصريحات دي تماما، قال لك لا احنا ما التصريحات دي اتحرفت يعني ما قالش الراجل الكلام ده. يطلع نفسه هو يقول، مش حد عنه. التصريحات اتكتبت باسمه، فيبقى هو اللي يطلع يكذب هذا الكلام، لان ده كلام خطير اللي هو قاله. ايوه. يعني كله اللي هو يقول لك ان مصر وتونس بيكسبوا بالفساد وكذا. والله انا ما اعرفش الفساد ده، مين الفساد في اللي عنده، هو الفساد في الاول ولا الفساد الان؟ الاتحاد الافريقي الله احسن اعلم. لكن المباراه نفسها يعني خدت كتير قوي من الناس، حته الملعب خدت كتير قوي من الناس، لان كان فيها شيء من يعني انفير، ما فيهاش عدل نمرة واحد. وطبعا مش ممكن انت تروح تلعب مع فرقه اكنك بتلعب في ملعبها. المفروض الملعب ده ملعب محايد، حتى لو افترض ان هو انك انت بتلعب في المغرب، لكن مش في ملعب الوداد، ملعب محايد. ايوه. انما كل الشواهد الوداد والناس المسؤوله وكله هم اللي مسيطر على الملعب في كل حاجه. ما بقتش ملعب محايد يعني. بصرف النظر عن الجماهير. وبعدين في نفس الوقت حصل شويه طبعا يعني اللعيبه طبعا مؤكد متاثره من قبل ما المباراه ما تبدا. أيوة. يعني من مده وهي متاثره، من ما اقول لك الناس كلها عندنا في مصر كانت طبعا يعني مش هاديه ومش مبسوطه من الاوضاع اللي كانت حاصله، وجيت لعبت المباراه وبقى فيها اخطاء وان فريق الوداد كسب، خلاص انتهت العمليه، انتهت القصه. انما عشان نقعد بقى نقطع ونقول اللعيب ده يصلح واللعيب ده ما يصلحش ده كذا، كلام مش مظبوط. صح صح. المفروض يبقى في تقييمات حتى لو كان على مستوى النادي الاهلي او مستوى المنتخب، تقييمات على اللعيبه كلها. ويعني النادي اللعيبه ممكن يجيد في يوم، ممكن يخطئ في يوم. يعني هو يعني موضوع قفل خلاص بالنسبه للاهلي. انا اتكلمت فيه ما فيش مجال ان انا اتكلم فيه ثاني. لو كان في حاجه عن المنتخب طبعا هي الاهم الان، يعني الناس كلها انظارها متجهه للمنتخب. ايوه ايوه. المجموعات اللي هتلعب فيها 12 مجموعه على مبلغ علمي يعني. ايوه. هياخدوا الاوائل من كل ال 12 مجموعه. وبعدين هيكملوا ال 16 ما اعرفش، او هياخدوا التوائل. لا اول وثاني، اول اصل البطوله بقت 24 منتخب. يبقى 24 منتخب هتتاخد على طول. ايوه. فانا غلط اقول ايه؟ ان مؤكد لما تلعب في 12 مجموعه يعني مؤكد مجموعتك هتبقى في المتناول. لان حتى الفرق الكبيره لو قسمتها على ال 12 يعني مستوى اول مستوى ثاني، لما لو قسمتها على 12 مجموعه هتجد ان هم الخمسه اوائل وخمسه ثواني في الباقي. صح. اللي هم مستوى ثاني والباقي كله يعني ثالث ورابع متناول. فانا شايف ان ايه، في فرصه كبيره جدا ان احنا نعمل نتائج كويسه فيها. المهم في الامر انه انا شايف طبعا الكابتن ايهاب بيحب يلعب كوره، يعني مش مجرد ان اكسب والعب لون باسز ودافع وكلام دوت، لا بيلعب كوره
كويسه وكره جماعيه وابتدي هجمات من تحت وينقل كويس وحسن اختيار العناصر اللي هيلعب بيها. ايوه انا شايف ان هو ما فيش شك ان هو مش هيبتدي بعناصر بقى جايه من الشارع، هو عنده مجموعه من الاول موجوده. ايوه وبالتالي بالتدريج هيبتدي يدخل العناصر الجديده مع العناصر اللي موجوده من الاول لحد ما يعمل التشكيله المناسبه. بالظبط. فانا شايف ان المنتخب عنده فرصه ان هو يعني يعمل نتائج كويسه نمره واحد ويؤدي مباريات كويسه تطمن الجمهور ان احنا هنلعب كوره، يعني جه عصر من العصور اللي نلعب فيها كوره. ايوه. ونبتدي كوره وننقل كوره ونسيطر في المباراه ونلعب جيم مش عايز اقول مفتوح انما جيم يعني متكافئ هجوما ودفاعا وانتصارا والناس عايزه تكسب، الناس عايزه تلعب كوره مش عايزه مجرد انها تدافع في المباراه وتوصل لضربات جزاء وكذا. طبعا اللي حصل في السابق كنا مضطرين له. يعني انا مش بعيب على المدرب السابق ولا اللي قبله، لكن عايزين نلعب كوره. صح. فانا شايف في ظل ال 12 مجموعه واحنا هنلعب في مجموعه مؤكد هيبقى انت الافضل في المجموعه ديت، تقدر انك انت تعمل كوره كويسه، تعمل استراتيجيه للاداء كويس من البدايه، تقدر تعمل سكور كويس، تقوم تدي ثقه للجماهير في هذا المنتخب وفي الجهاز الفني بتاعه. ايوه. بس نديله فرصه. احنا حكمنا على الجهاز الفني من قبل ما يلعب، من اول ما اختير. احنا دايما نحب نعمل يعني دايما نقرر ونعمل وكلام. الاتحاد الكوره خد قرار بتعيين واحد، انتهت العمليه. كل الكلام اللي يتقال بعد كده ملوش لازمه، هوش هيعمل حاجه. ايوه. مش هيغير من وضع شيء. بس اللي ينفع بقى ان احنا نؤازر هذا الجهاز مع الفريق اللي هيختاره مع ادائهم وكذا، وندي للناس امل انها تشتغل كويس. بالظبط. انا شايف ان في ظل هذه المجموعه من ضمن ال 12 مجموعه ممكن مصر تقدم كوره كويسه جدا، وممكن يختار الكابتن ايهاب يصل الى عناصر مبشره جيده، في عناصر جيده صغيره ما لعبتش. أي. وممكن تلعب. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا ابراهيم عادل لعيب كويس جدا. هو كمان اسمه عاشور في النادي الزمالك. امام عاشور. صح صح. امام عاشور لعيب كويس جدا. وبعدين في العناصر المختاره في عناصر صغيره جيده جدا عندها كوره كويسه. مع العناصر الموجوده من الاول واللي يعني متفق عليها. أيوة. فممكن اني اطور في اداء التشكيله بتاعتي بحيث اديها المسحه الجماعيه الهجوميه اللي هي بتنقصنا دايما. احنا بنلعب هجومي فردي، يعني نعتمد على صلاح مثلا ولا نعتمد على كره طويله ولا كذا. صح. لكن ما بنلعبش كره جماعيه هجوميه. ايوه. ممكن نمسك كوره في نص الملعب لكن في النهايه التكميل قليل. لازم يبقى عندنا بقى ديناميكيه تخلينا اشوف الباك يكمل كجناح، لكن في نفس الوقت يبقى عندي ترحيلات ورا بحيث ان الكره اللي جت وراه في ترحيلات معروف مين اللي هيغطي في الحته دي. صح. لكن اديله الثقه ان هو يكمل. الناس اللي في نص الملعب ما يكتفيش ان هم ثلاثه يلعبوا على خط واحد كده فلات وما فيش تكميل منهم. لازم في حد منهم يكمل مع الناس اللي موجود قدام ويكون عنده امكانيه للتسديد والناحيه الشمال نفس الشيء. يعني تنويع اللعب، الاستحواذ الجيد في البدايه لحد الهجمه ما تستوي اقدر اكمل قدام. عايزين ندي شعور لان احنا بنلعب كوره. المباريات اللي فاتت كلها تحس ان احنا يعني منكمشين. ممكن وصلنا لضربات الجزاء في المباريات كلها لكن ما عبرناش عن نفسنا كويس. يعني في اثناء المباراه نفسها. أيوة. المباريات يمكن مباراه المغرب الوحيده اللي احنا ولذلك جبنا جولين في مباراه المغرب. اكثر مباراه جبنا فيها اجوال جبنا جولين واستطعنا نفوز في هذه المباراه بالرغم ان كنا متاخرين. ايوه. انا شايف انه في امكانيه كبيره. ايهاب عنده خبره كبيره جدا في التعامل مع اللعيبه وعنده خبره كبيره جدا في ازاي يعني يعمل ديناميكيه اللعب من الخلف للوسط لقدام. ايوه. وشفناها دي مع المقاصه لما كان بيدرب، وشفناها لما مسك الاسماعيلي بالرغم ان كان متاخر. الاسماعيلي متاخر جدا وابتدى يكسب فيه وحطه في مكانه كويسه، وشفناه برضو مع بيراميدز وحتى قبل كده في مع المصري كمان برضو. مصر. فهو يعني ايهاب مشهور بان هو بيقدم كوره كويسه ايجابيه، وفي نفس الوقت برضو يعني هو محترم في كلامه في تصريحاته في تعامله مع اللعيبه برضو. صح. عنده حته الدافعيه اللي تدي اللعيبه ثقه في انفسها ويرفع معنوياتها وهادي وهو بيدير المباراه بره
برضه دي بتدي تنعكس على اللعيبه في الملعب. بالظبط. غير المدرب اللي يفضل زي الفكوله في النار بره وقاعد يتنطط ويعمل برضه ويعترض وكلام من هذا القبيل، دي برضه بتهز اللعيبه، انما هو بيقف ثابت بره وبيدير المباراه بشكل متعقد. اتمنى له هو وجهازه يعني التوفيق وللعيبه المجموعه اللي واخدها، واتمنى ان مصر تعود على الى المنصه الافريقيه على مستوى المنتخبات من جديد باذن الله تعالى على ايد المنتخب الموجود الان ان شاء الله. كابتن طه انا بشكرك وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال الفتره القادمه، وكلام حضرتك اللي انت قلته كلام كله مظبوط وفعلا. والله كلام جميل جدا، ويعني فعلا كابتن ايهاب جلال المدربين المميزين، وانا متوقع له النجاح ان شاء الله مع منتخب مصر بشكل اداء جميل وبكره حلوه ان شاء الله باذن الله. المهم نعمل له مسانده كلنا، طبعا اعلام يبقى مساند، طبعا بحس برضو المدرب محتاج المسانده طبعا عشان يشتغل بثقه مع اللعيبه بتاعته، لازم نسانده كلنا في البدايه وبعدين نشوف الراجل ماشي كويس خلاص نكمل معاه بشكل كويس ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يوفق المنتخب ان شاء الله. الله يخليك كابتن طه، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كابتن طه اسماعيل طبعا.